ايه اللي بيحصل هنا ده؟ لحقنا يا سعادة البشت. انا هخلص عليك. يدك يا دندراوي. هملني سعادتك، اصله ما حصلتش انه يجي هنا ويستفرد بيهم بغيابنا. دي برضك سراية شاهين بيه السعدي. يهملك يهملك تعمل ايه يا غفير الشاي والقهوة انت؟ ده انا لو ما عامل حساب للباشا لكن زماني قتلتك ودفنتك ولا الدبان الازرق يعرف لك طريق جرة. ويا هل ترى عملت حساب الباشا فيني؟ لا انتوا، لا انتوا تبعي انا راجلكم، سهو رضيتوا ولا مرضيتوش. نجوم السما قرب لك يا عفش. ما شاء الله ما شاء الله، كل ده قدامي. اديني الاذن يا باشا ونخلص. اخرسوا كلكم، مش عاوز حس منكم. الحقيني يا ست رجاله. هو في ايه؟ هو ايه اللي بيحصل هنا؟ انا مش فاهمه حاجه ولا حاجه. بعدين هقول لك، خدي ضيوفك واطلعي فوق. لا في، ولازم حضرتها تعرف انا مش لسه قايل. ما تسوقيش العوج. لا ابعد عنها اوعى كده. انت ايه؟ انت تطلع مين انت؟ خلي الباشا يقول لك. قول لي يا بابا. مالكيش صالح. ماليش صالح يعني ايه؟ لا يا بابا انا اسفه جدا، لما الكلام ده يحصل قدامي وانا واقفه مش فاهمه حاجه يبقى ليا صالح. لما الراجل ده الجربوع اللي واقف قدامي ده يتكلم مع دادا سكينه وحسني بالشكل ده يبقى ليا صالح. لما يتكلم كمان قدام حضرتك ويكلمك بالشكل ده يبقى ليا صالح. خلاص روح انت وما تجيش الا لما شيع لك. حاضر يا باشا. استنى هنا يا جدع، انت ما تتحركش لما اعرف انت تطلع ايه. اعمل ايه يا باشا؟ امشي ولا اقعد؟ خلاص قلت لك خلاص، هقول لك بعدين. عايز اعرف يا بابا دلوقتي. جايه. اطلعوا انتوا يا جماعه، اسبقوني على فوق. اطلع معاهم يا دندراوي، طلعهم فوق. لا انا ما سيبش حضرتك هنا لحالك. ما قلنا خلاص بعدين هنتكلم. روح انت دلوقتي وما تجيش الا لما شيع لك. حاضر يا باشا. استنى هنا يا جدع، انت ما تتحركش من قدامي لما افهم انت ايه بالظبط. اعمل ايه يا باشا؟ اقعد ولا امشي؟ تعالى جوا معايا. وانت سكينه وبنتها هيقولوا لك. في ايه يا دادا؟ اصلك حمار، وبانك هتفضل حمار طول عمرك من عمايلك دي. ليه حمار يا بني آدم؟ أنا جايل لك إيه امبارح بس؟ تمتاجي النهاردة تعمل لي غارة في السرايا وكمان في غيابي؟ ما أنا ما قدرتش لما وعيت للواد ده جه هنا. الواد مين؟ الواد الطالي ده اللي كان متكلم على حسن وعاوزها. هو جه؟ أيوة. أمال أنا ليه الدم غلي في عروقي وما هدليش بال لما شفيت غليلي منيه في ساعتها؟ شفيت غليلك منيه كيف؟ خلصت عليه؟ ما خبرش، بس كفيت يدي عنيه لما لقيته ما حطش منطق بعد ضربتين ولا ثلاثة، بس كان لسه فيه النفس. وحصل فين ده؟ على الطريق القديمة. وفين دلوقتي الواد ده؟ ما خبرش، بس تلقاهم نقلوه على الوحدة الصحية ولا الاسبيتاليا في جنف. مين اللي نقلوا؟ الناس يعني. هيكون مين سعادتك؟ الناس مين؟ هو في حد وعيلك؟ مش كان في ناس بتشتغل في الغطان من حوالينا؟ الله الله، برضك ما تخافش سعادتك، هو في حد يقدر يشهد علي. طب وهو يا خفيف؟ لا ولا هو بذات نفسه. بالبساطة دي هو في حد عملها قبل سابق؟ لا، الظاهر لازم اعيد النظر في كل حاجة معاك من هنا ورايح. تعيد النظر؟ كيف يعني؟ طبعا، ما لما تعمل اللي بتعمله ده وتحرجني قدام بنتي الكبيرة وضيوفها وتحطني في خطر السين والجيم بغباوتك دي، وده كله عشان حريم وجواز وكلام فاضي. امال هتعمل ايه لما يجي الجد في الانتخابات؟ واقول لك اعمل كده وسوي كده، ساعتها هتحرجني قدام مين وتجيب لي خطر السين والجيم في ايه؟ وايه دخل ده في ده؟ ما هو الغباوه واحده دندراوي. افندم نعم سعادتك. روح بسرعه عند الوحده الصحيه واسأل من بعيد لبعيد كده إذا كان الواد
اسمه ايه؟ مديح. مديح ابو عرفه النواوي. اهو قال لك على اسمه اهو. شوف اذا كان الواد لسه صاحي ولا اتقتل. ها؟ انت سامعني ولا اقول لك تاني؟ حاضر سعادتك. يلا روح. حاضر. يتجوز حسن المتخلف ده؟ ايوه يا بنتي. وتقولي ان بابا وافق؟ ايوه يا ست اميمه. معقوله دي؟ طب ليه يا دادا؟ قال عشان الانتخابات. وايه دخل الجدع ده في الانتخابات؟ اصل الراجل ده بيخوف الناس. ما هو شاقي واد ليل. بيخوفهم بايه يعني؟ لا انا عايز افهم اصلا بابا عايز يخوف الناس ليه؟ والله ما انا عارفه يا ضناي. بس انا بقى عايز اعرف. وهتحمينا مني مش كده؟ طبعا يا حسن. انت عندك شك في كده؟ لا ربنا يخليكي. ومين مديح بقى ده يا حسن؟ ده واحد من هنه من البلد. كويس يعني يا دادا؟ هو من جهة كويس. كويس ده اذا كان لسه عايش. ايه؟ اصل المخفي اللي جوه ده قال انه ضربه. يا ريت يكون ضربه بس. ده فعلا مجرم بصحيح. بس احنا خلاص صرفنا نظر عن مديح ده. ليه بس يا دادا؟ بعدين يا بنتي، بعدين ابقى احكي لك بيني وبينك. تحكي لها على ايه؟ اسكت انتي، مالكيش دعوه بالحديد دي، عيب. ولا عيب ولا حاجه يا دادا، انا بسال عشان انتي كنتي مياله. ايوه كنت. وانتي عاوزه مديح ده يا حسن؟ مش لو كان بخير؟ لا ان شاء الله هيبقى بخير وكويس وتتجوزه كمان يا رب. يا رب ايه؟ تتجوزوا؟ لا قصدي يا رب يبقى بخير. تعال هنا يا جدعان. ايوه سياده الدكتوره. في كلمتين بس هقولهم لك، عايزك تسمعهم كويس قوي. انا سامع. الموضوع اللي انت بتفكر فيه بخصوص حسن ده تنساه، تنساه خالص. وده راي حضرتك بس ولا رأي سعادة الباشا كمان؟ لا ده اللي هيحصل. رجية طبعا مخليتي. ايوه بابا. هو ماله ولدها؟ هو ماله ولدها؟ ما سمعش. ما سمعش؟